ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم زميلكم من تيم ايزي. ان شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة التوتوريال التالت في الفسيولوجي. هو يعني التوتوريال متقسم لتلات اجزاء كبار، هنتكلم عن كل جزء فيهم. اول حاجة هنتكلم عن الليجنز اللي بتيجي في السباينال كورد، يعني لو حصل قطع في السباينال كورد سواء قطع كامل او جزئي هنعرف ايه اللي هيحصل في الحالات دي. وتاني حاجة هنتكلم عن الانفولنتري موفمنت، الحركات اللا ارادية اللي زي الرعشات وكده مثلا. اخر حاجه هنتكلم عن الموفمنت ديس اوردرز، المشاكل اللي بتيجي لك في او الحاجات المعوقات في الحركه يعني، ونعرف ازاي اصلا بتمشي وهكذا. اول حاجه هنبدا قبل ما نخش موضوع، اتكلمنا عن مقدمه بسيطه هنحتاجها، يعني ايه الفرق بين الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون. باختصار كده الابر موتور نيرون يعني الفايبرز اللي جايه من الكورتكس فوق لحد الانتيرور هورن سيل، دي الابر موتور نيرون. طب اللور موتور نيرون بقى الفايبرز خارج الانتيرور هورن سيل رايحه للمصل اللي هتغذيها، دي ببساطة خالص. طيب قبل ما نخش في جدول مقارنة سريعة بين الليجن بقى في الأبر موتور نيرون واللور موتور نيرون، عايز بس أعرفك الفرق بين كلمة باريسس وباراليسس. باريسس دي معناها ويكنس في المصل، يعني المصل شغالة بس بقت ضعيفة، مبقتش شغالة زي الأول، قوتها قلت في الشغل بتاعها. ده ممكن بسبب ليجن مثلا من الكورتكس للمصل وهكذا، أو أي مشكلة تانية تسبب فيها ضعف. لكن باراليسس في المصل يعني حصل لوس للموفمنت، المصل مش شغالة أصلا. ده الفرق بينهم، يعني باريسس شغالة بس شغلها بقى ضعيف، لكن باراليسس مش شغالة خالص. بعد كده هكلمك في جدول مقارنة قديم احنا متكرر عليه قبل كده، الفرق بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن. اول حاجة بالنسبة للمسل تون هتبقى موجودة فين؟ هتبقى موجودة اكتر في الابر موتور نيرون ليجن. ليه؟ لانها بيكون فيها كونتراكشن ريفلكس، والمسل تون هيبقى عالي فيها. طب حاجة تاني، حاجة اسمها الكلونس. يعني ايه كلونس دي؟ كلونس دي حاجة اسمها يعني معناها سبمنتين ستريتش بيحصل بسبب الهايبر اكسايتابيلتي بتاع الستريتش فليكس. يعني ايه؟ الهايبر اكسايتابيلتي بتاعت الستريتش فليكس ده هتعمل كونتراكشن، ويجي بعدها الانفرس ريفلكس يعمل ريلاكسيشن، فهي معناها كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن، فكانها حاجه سب مينتين ستريتش كده بتحصل بسبب الالترنيشن بتوين الستريتش فليكس والانفرس ريفلكس، فيكون دايما المصل في حاله كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن يعني. ماشي، هي دي معناها الكلمه كونس، بتكون موجوده في الابر موتور نيرون ومش موجوده في اللور موتور نيرون. طيب بالنسبه للديب ريفلكسز بتزيد في حاله الابر موتور نيرون ليجن. كل الريفلكسات احنا كنا عارفين عموما باختصار ان كل الريفلكسات بتكون لوست فين؟ في اللور موتور نيرون ليجن. البابينسكي ساين ده بيكون حاجه كاركترستيك اصلا الابر موتور نيرون ليجن، اللي هي بيكون في يحصل دورز فليكشن للابر للبيك 2 والباقيين يحصل لهم فاننج شيب كده، دي ده البابينسكي ساين قلنا كانت بتكون مميزه للابر موتور نيرون ليجن. اخر حاجه الويستنج او الاتروفي، انهي فيهم يحصل لها اتروفي وانهي لا؟ اكيد طبعا الماركت اتروفي بتحصل في اللور موتور نيرون. ليه؟ لان العضله مبقاش شغاله خالص فيحصل لها اتروفي، الاورجان اللي مش شغال يحصل له اتروفي ويموت، ده كده قاعده. لكن الابر موتور نيرون لا، العضله لسه بيكون فيها كونتراكتور ريفلكس، بيكون لسه فيها تون، فالتون ده بيحافظ عليها شويه ان هي ما يحصلهاش ماركت اتروفي يعني. ده باختصار خالص المقارنه بينهم. بالنسبه لجزئيه الفاسيكوليشن الدكتوره ما جابتش سيرتها بس انا دورت فيها، يعني فاسيكوليشن ده يعني انفولنتري كونتراكشن للمسل بس مش بيحركها، بيحصل كونتراكشن خفيف كده خالص للمصل مش بيحركها، يعني انت بتشوفه بس هو مش قادر يحرك المصل. بتظهر فين؟ تظهر تحت العين كده، الجلد بتاع تحت العين دي تبقى حاجه بسيطه كده يعني. على كلامه هنا هي موجوده فين؟ في اللور موتور نيرون ومش موجوده في الابر موتور نيرون. دي كده ايه قلناها بس بشكل سريع. هيكلمنا تاني عن الاسندنج تراكت والديسندنج تراكت، الفرق بينهم. الاسندنج تراكت اللي هي السنسوري طالعه على الكورتكس، الديسندنج نازله من فوق اللي هي الموتور. الديسندنج ده مقصود بقى البيراميدال، هنا هيكون فيها اتنين انتيريور كورتيكو سباينال ولاترال كورتيكو سباينال. الفرق بينهم بشكل سريع خالص ومبسط، الانتيريور كورتيكو سباينال دي اللي ما عملتش كروسنج كانت 20% كانت مسؤوله عن الجروس موفمنت، لكن اللاترال كورتيكو سباينال دي اللي عملت كروسنج الاوبوزيت سايد كانت بتمثل 80% مسؤوله عن السكيلد موفمنت. ده بكل بساطه وبشكل سريع الفرق بينهم. طيب بالنسبه للاسندنج تراك بقى اللي هم سنسوري، هم كانوا ثلاثه انتيرو سباينو سيراميك لاترال سباينو سيراميك والدورزال كولم اللي هم بتوع الجراسي والكيونيت تراكت. الفرق بينهم الانتيرو سباينو سيراميك ده كان شايل الكروت تاتش، اللاترال سباينو سيراميك كان شايل البين والتمبريتشر. اخر حاجه الدورزال كولم اللي هم الجراسي والكيونيت تراكت دول كانوا شايلين الفاين تاتش وكل البروبيوسبشن اللي هم الديب سنسيشن زي بقى سنس اوف موفمنت وسنس اوف بوزيشن وكده يعني. تمام، ده كل دي مقدمه ما احنا ما دخلناش في الموضوع. اخر حاجه في المقدمه عندنا حاجه اسمها الديرماتومال ديفيجنز. يعني ايه ديرماتومال ديفيجنز دي؟ دي يعني كده حاجه معناها ان كل نيرف بيغذي جزء معين من الجلد، الجزء ده لو حصل فيه فقدت الاحساس فيه ده معناه ان النيرف ده باظ. يعني مثلا المنطقه دي انا عارف ان هي بتتغذى بكام؟ من سي 3 لسي 4. طب لو انا فقدت الاحساس هنا هبقى عارف ان المشكله في سي 3 لسي 4، يبقى انا كده عملت لها لوكاليزيشن فهبدا ادور وراها. اهميه الدرماتومال ديفيجن بتعمل لوكاليزيشن للسايت اوف ديزيز، ده اهم حاجه فيها، ودي طبعا بتساعدك كتير بعد كده تبدا تدور في منطقه معينه بس تبقى عارف المشكله فين وتدور وراها.
تمام. لو حصل مثلا مشكله في اللي هنا كده في الفيس، يبقى المشكله فين؟ في الترايجيمينال نيرف مثلا، وتبدا بقى تدور شوف هو بايظ بسبب ايه او هكذا. دي معناها الدرماتومال ديفيجن. بعد كده يبدا يخش في معانا في اول جزء بقى من المحاضره دي، كانت مقدمه بسيطه وسريعه. هنخش في السباينال كورد ليجن. يعني ايه ليجن في السباينال كورد؟ السباينال كورد يحصل فيه مشكله، يتقطع مثلا، ممكن يتقطع قطع كامل، ممكن يتقطع قطع جزئي، نص السباينال كورد بس يضيع. طب ايه الحاجات اللي هتسبب له ليجن في السباينال كورد؟ هي الحقيقه اسباب كتير قوي، هو بس ذكر لك منهم هنا ثلاثه يمكن هم الاشهر. اول حاجه الستريت اكسيدنت، حادثه شارع مثلا، حد خبطك بعربيه ممكن يعمل لك قطع في السباينال كورد. فولينج فروم هايت، وقعت من مسافه عاليه، حد وقع من الدور الثالث، طبعا مش انت اللي وقعت يعني، حد وقع من الدور الثالث. او دايركت تروما، حد مثلا اتخبط خبطه جامده في ظهره، اتخبط بطلقه، اتخبط مثلا الطعن طعنه بسكينه في ظهره، كل دي تروما في الظهر ممكن تعمل ليجن في السباينال كورد. هنتكلم بقى عن الليجن دي، ان يحصل حاجتين، يا اما يحصل قطع كامل في السباينال كورد، يا اما يحصل ايه اللي هو قطع جزء بتاعك، نص السباينال كورد بس بتقطع. طب ايه اللي هيحصل في الحالتين؟ مبدئيا كده لو قطعت قطع كامل هيحصل مشاكل في الناحيتين، وكل الفانكشن بتاعت الجزء اللي اتقطع تحت ده هيحصل لها لوس، ما بقتش موجوده. طب لو قطعت قطع جزئي بقى؟ على حسب بقى، هنشوف القطع الجزء دي في حاجات تحصل في السيم سايد، في حاجات تحصل في الاوبوزيت سايد، هنتكلم عنها دلوقتي. هنبدا ان احنا نتكلم عن ايه؟ عن لو حصل هيمي سيكشن في السباينال كورد، يعني لو قطعت السباينال كورد قطع جزئي زي ما في الرسمه كده، النص ده شغال، النص ده هو اللي بايظ، نص السباينال كورد بس ايه اتقطع بسبب تروما مثلا. بيقول لك ان الهيمي سيكشن ده بتاع السباينال كورد ده، العالم اللي اكتشف الحاجه دي اسمه براين سكوارت سندروم، فهم سموها باسمه، يعني ده اسم العالم اللي اكتشفه، هم سموها سندروم على اسمه. الليجن دي بتحصل لك، هي بتيجي في اكتر من سيجمنت، يعني مور ذان وان سيجمنت بتتاثر في السباينال كورد بسبب ايه؟ الليجن، مش سيجمنت واحد. طيب هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. اولا في حاجات هتحصل above الليفل اوف ذا ليجن، فوق الليفل بتاع الليجن، وفي حاجات عند الليفل اوف ذا ليجن يعني عند المكان القطع بالظبط، وفي حاجات تحت الليفل اوف ذا ليجن. عشان بس نبقى عارفين، اي حاجه تحت الليفل اوف ذا ليجن فهي بايظه، تمام. فوق الليفل اوف ذا ليجن لا، ده هيحصل حاجه بسيطه خالص، ان هو هيحصل بس شويه حاجه اسمها هايبر الجيسيا. يعني ايه هايبر الجيسيا؟ يعني الوجع هيزيد، هتحس بوجع اكتر واكتر، بس كده في المنطقه دي بسبب ان الفايبرز اللي تحتها اتقطعت، تمام. دي اللي بيحصل فين؟ اباف ذا ليفل اوف ذا ليجن، في كلمه واحده عنها اللي هي الهايبر الجيسيا، يعني الوجع هيزيد سنسوري طبعا، عشان الوجع سنسوري. ات ذا ليفل اوف ذا ليجن هيحصل لك حاجات موتور وحاجات سنسوري واوتونوميك. الاوتونوميك هيحصل لك فازو دايليتيشن، فازو دايليتيشن ده هينتج عنه ان هو يقلل البلاد بريشر. طيب بالنسبه للسنسوري والموتور، السنسوري هتحصل لوس لكل السنسيشن عند السيم اوف ذا ليفل، عند الليفل بتاع الليجن دي كل سنسيشن هيحصل لها ايه؟ لوس، ماشي، سواء كانت بقى بتعدي الناحيه الثانيه او ما بتعديش، لان هي اصلا الحاجات اللي بتعمل كروسنج كانت ما لحقتش تعمل كروس للناحيه الثانيه، تمام. فهي هنا كلها في السيم سايد كده، كل ده يحصل له لوس اوف اول سنسيشن، تمام تمام ده حتى بقول لك لو حاجه كانت لحقت، كان المفروض تعمل كروسنج فهي ما لحقتش. طيب بالنسبه بقى للموتور، هيحصل لك لور موتور نيرون ليجن، يعني هيحصل اتونيا، المسل تون هتضيع، والريفلكس يعني التندو جيرك كمان مش هتبقى موجوده. طب ليه بقى لور موتور نيرون ليجن؟ لان هنا الفايبرز اللي رايحه للمسل المفروض كانت تخرج فايبرز من الانتير هورن سيل في المنطقه دي تروح للمسل تغذيها، لكن الفايبرز دي ما بقتش موجوده، اتضربت خلاص، فهيحصل لك لور موتور نيورون ليجن، مفيش حاجه رايحه للمسل، تمام. الاهم بقى فيهم بيلو ليفل اوف ذا، ايه اللي هيحصل تحت الليفل اوف ذا ليجن؟ برضه هيحصل حاجات موتور سنسوري واوتونوميك. الاوتونوميك هيحصل برضه فازو ديليتيشن والبلاد بريشر هيقل. طب السنسوري هتفقد الدورز الكولم سنسيشن اللي هي بتاعت الجراثيم كيونيت تراكت، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي عباره طبعا عن الفاين تاتش والديب سنسيشن كلهم، زي فايبريشن والسنس اوبوزيشن والموفمنت، كل ده هيحصل لهم نص في السيم سايد، تمام تمام طب الموتور هيحصل لك ابر موتور نيرون ليجن، يعني المسل تون هتزيد، هيحصل لك هايبرتونيا والهايبر ريفلكس، يعني التندن جيركس دي هتزيد وتكون بوزيتيف بابينسكي سايد. انا كنت قايل لك ان البابينسكي ساين دي حاجه كاركترستيك للابر موتور نيورون ليجن. طب اشمعنى ابر موتور نيورون ليجن؟ تعالى نتخيلها كده مثلا، لو ده كده السباينال كورد بشكل سريع، يعني قطعه تانية مثلا هنا، المشكله هنا كده دي كده ايه، احنا تحت الليجن، ماشي، دي تحت الليجن اهو، المفروض ان الليجن دي او المنطقه دي مش الليجن بقى، مستنيه الفايبرز اللي جايه من فوق تغذيها، فالفايبرز اللي جايه من فوق لها وهي جايه كده اتقطعت، ما بقتش نازله، فبقت كانها ابر موتور نيورون ليجن، ما فيش حاجه جايه لها من فوق، فهتعمل لك ابر موتور نيورون ليجن. دي ببساطة خالص عشان ايه ما نطولش فيها، تمام، هي دي معناها. طيب بالنسبة للميكتيوريشن، الميكتيوريشن من رحمة ربنا بينا اللي هو مش هيتأثر قوي. طب اشمعنى مش هيتأثر قوي الميكتيوريشن؟ عشان الميكتيوريشن عنده بايلاترال انرفيشن، بياخد من الناحية دي والناحية دي، تمام، فهو بايلاترال انرفيشن مش هيتأثر قوي، يعني هو هيتأثر قوي بس تأثير بسيط، هيضل شغال عادي زي ما هو. يبقى انا قلت تاني بشكل سريع كده، كل ده كان بيحصل في السيم سايد، بيحصل اصلا في الاوبزيت سايد ايه؟ هيحصل حاجتين، اول حاجة هتفقد البين والتمبريتشر، وهتفقد الكروت تاتش، ماشي ماشي، الكروت تاتش والبين والتمبريتشر كل دول هيحصل لهم نص على الاوبزيت سايد. ليه؟ لان دول المفروض ان دول كانوا بيعملوا كروسنج عند ليفل بتاع السيجمنت، فدلوقتي السيجمنت اللي هم رايحين لها اتضربت، فتبقى تكون في يعني في الاوبزيت سايد،
ماشي ماشي. يبقى بشكل سريع كده، الهيمي سيكشن في السباينال كورد، لو حصل قطع جزئي في السباينال كورد ايه اللي هيحصل؟ اباف ليفل اوف ذا ريجن هيحصل حاجه اسمها هايبر الجيسيا، يعني الوجع هيزيد في المنطقه دي بسبب اريتيشن للدورزال فايبر، للدورزال روت فايبرز فين؟ في الكورد اباف ذا ليفل اوف ذا ريجن. ماشي، الفايبرز اللي طالعه ليفل فوق ليفل اوف ذا ريجن دي حصل لها اريتيشن، هتعمل لك هايبر الجيسيا، يعني الوجع هيزيد فيها. حاجه بسيطه خالص، عند ليفل اوف ذا ريجن هيحصل لك لور موتور نيرون ليجن، وهيحصل لك لوس اول سنسيشن، تمام، ويحصل لك فاز دايليتيشن في بالنسبه للاوتونوميك. تمام. تحت الليفل اوف ذا ليجن بقى، بيلو الليفل اوف ذا ليجن اللي هي اهم واحده فيهم، بالنسبه للسنسيشن هفقد الفاين تاتش والديب سنسيشن في السيم سايد. بالنسبه للموتور هيكون عندك ابر موتور نيرون ليجن، قلت لك الفايبرز اللي جايه من فوق ما لحقتش توصل، فبقت ابر موتور نيرون ليجن، فالماسل تون بتاعتها هتزيد ويحصل فيها هايبر ريفلكسيا وتكون بوزيتيف بامينيسكي ساين، اوتوميك فازو دايليتيشن وهتقلل البلاد بريشر. طيب ما الفازو دايليتيشن اللي يحصل فازو دايليتيشن في الفينز يحصل، او الفينز البلاد بريشر بيقل، تمام، الميك تيوريشن مش هيتاثر قوي لانه عنده بايلاترال انرفيشن ودي مهمه، تمام. في الاوبوزيت سايد بقى هيحصل لوس للبين والتمبريتشر والكرود تاتش، ماشي، هو كده كان التاتش بس هي الكرود تاتش، يعني لان الفاين تاتش كان في السيم سايد، تمام. ده كده كان بشكل سريع اللي ايه الهيمي سيكشن. تعال نشوف الترانسفيرس سيكشن، ودي بقى المشكله اللي هي الاخطر واخطر بكتير كمان. انت مقطع قطع كامل في السباينال كورد. قبل ما نخش اصلا في الحته دي عايز اقول لك بس على حاجه كده، لما تفقد قطع كامل في السباينال كورد دي كده ليفل اوف ذا ريجن، اي حاجه فوقه شغاله، تمام، ده بالنسبه لقطع كامل، اي حاجه تحته بايظه. ده هتنفعنا دلوقتي واحنا بنتكلم، هكلمك عنها يعني شكل دي. اي حاجه فوقه شغاله عادي، اي حاجه تحته بايظه، تمام، اعرفك ده ليفل اوف ذا ريجن. طيب دلوقتي هنتكلم عن اللي هيحصل، هنتكلم عن الموتور تشينجز وعن السنسوري تشينجز. مبدئيا كده كل الموتور اكتيفيتي وكل السنسوري هيحصل لهم لوس، ويكونوا بيرمننت لوس كمان. طب اشمعنى بيرمننت لوس؟ لان انت عارف ان التراكس اللي طالعه ونازله في الاسبانيال كورد دي مفيش حواليها نيورينما عشان يحميها. طب هي ازاي بتحميها بقى لما مفيش حواليها نيورينما؟ اي اصلا ماشيه في بوني كانال، البوني كانال دي وظيفتها ان هي تحميها. طب انت فرتكت البوني كانال دي، ده انت قطعت قطع كامل، فخلاص بقى مش هيحصل لها ريجنريشن، فاي لوس هيكون بيرمننت، تمام، سواء موتور تشينج هتكون بيرمننت، سواء سنسوري هتكون بيرمننت، تمام. تمام، هنتكلم الاول عن الموتور تشينج. ادي طبعا بتكون حاجه بيرمننت، هي بيقول لك هيحصل لوس لكل الفولنتري موفمنت ان بوث سايدز عشان تقطع قطع كامل بيلو زي في الاوف ذا ريجن، بس ليه؟ بسبب ان انت فرتكت البيراميدال تراكت اللي كان بينزل لهم مسؤول عن فلانتري موفمنت دي. طيب هيكلمك بقى ايه في كذا حاله كده. اول حاجه لو كانت الليجن عند في الابر تو سيرفيكال سيجمنت ايه اللي هيحصل؟ هتموت. طب اشمعنى؟ عشان ده فوق الليفل بتاع الفرينك نيرف، الليفل بتاع الفرينك نيرف، الفرينك نيرف، الليفل بتاع الفرينك نيرف ده كان مسؤول عن ايه؟ الفرينك نيرف ده كان تقريبا بيغذي 80% من المسل اوف ريسبيريشن. فانت هو موجود عند كام؟ موجود عند سي 3 لسي 5، ده الليفل بتاع الفرينك نيرف، موجود عند سي 3 لسي 5، سي 3 وسي 4 وسي 5، انت ضربت فوقه، يعني كان لك مثلا الفرينك نيرف هنا كده، هنفترض ان هو كده، انت ضربت فوقه، فكل اللي تحت بايظ، هو من ضمنهم مش شغال، فيحصل لك هتموت. ليه؟ يحصل باراليسيس للريسبيراتوري مسل، هو اللي مسؤول عن الريسبيريشن عندك تقريبا، يعني 80% من الريسبيريشن هو اللي مسؤول عنه، فانت كده هتموت. طيب لو ضربت عند اللور سيرفايكال سيجمنت، انت عارف السيرفايكال من سي 1 لحد سي 8، تمام؟ طب انت ضربت مثلا في اللور سيرفايكال سيجمنت، يعني ضربت تحت الليفل بتاعه، يعني تحت سي 3 و4 و5، هيكون عندك ديافراماتيك ريسبيريشن، هتتنفس عادي لانه بيغذي عضلات الديافرام المسؤول عن الريسبيريشن، فالريسبيريشن هيتاثر شويه بس مش هيتاثر قوي، تمام؟ تمام. طب لو ضربت عند اللور سيرفايكال هيحصل لك حاجه اسمها كمان اسمها كوادربليجيا. ايه الكوادربليجيا دي؟ يعني هيحصل لك شلل كده فين؟ في اطرافك الاربعه، دراعاتك الاثنين مش حاسس بيهم ورجليك الاثنين مش حاسس بيهم. طب اشمعنى برضو؟ عشان هناك كده كانت البريكيال بليكسس. البريكيال بليكسس انت عارف، او لو مش عارف افكرك، هي موجوده من سي 5 لتي 1، يعني هي كده موجوده في اللور سيرفايكال والابر لحد تي 1 في الابر ثوراسك. انت ضربت في اللور، يعني ضربت عندها، فكده كده 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 الرجلين اللي تحت مش شغالين، كمان الدراع مش هيبقى شغال لان انت ايه ضربت عندها او ضربت ايه فوقها او تحت، فهي تتاثر يعني والدراع مش هيبقى شغال، تمام؟ تمام. طب لو ضربت في لور ليفلز بقى تحت خالص، هيكون عندك نورمال ريسبيريشن. اشمعنى؟ لان كده كده فوق الفرنك نيرف فوق شغال زي الفل، فالريسبيريشن نورمال، ويكون عندك بارابليجيا. طب ليه بارابليجيا؟ بارابليجيا يعني انت دراعاتك حاسس بيهم وشغالين زي الفل، طيب الرجلين بقى هم اللي بايظين، لان النيرف اللي رايح لهم كلها اتضربت، كل النيرفات رايح لهم، كمان البريكيال بلكسس فوق، فهي هتخلي الدراعات شغاله زي الفل، مش هيتاثر فيها اي حاجه، تمام. يبقى دي اول حاجه بالنسبه للموتور تشينج بشكل سريع كده، انت تتكلم كله تحت بيلو ليفل اوف ذا ريجن. اول حاجه لما تتكلم لو ضربت في الافر تو سيرفايكال، ده الفرنك نيرف لسه تحت، فهو ما بقاش شغال. لما الفرنك نيرف ما يشتغلش هيحصل لك هتموت بسبب ان يحصل باراليسيس للريسبيراتوري ماسل. لو ضربت عند اللور سيرفايكال،
اللور سيرفيكال دي يكون عندك حاجه اسمها ديافراماتيك ريسبيشن. الديافرام هيكون مخليك تتنفس عادي. طب ليه؟ لان الليجن دي هتكون تحت الاوريجن بتاع سي 3 وسي 4 وسي 5 اللي هي بتاع الفرنك نيرف. انت تحت الفرنك نيرف، هو فوقك ولسه شغال عادي، فيكون تتنفس تمام. ويحصل لك حاجه اسمها كوادربليجيا. طب اشمعنى كوادربليجيا؟ لان البريكيال بلكسس موجوده عند سي 5 لتي 1. البريكيال بلكسس دي كانت بتغذي الابر ليم، فدلوقتي انت ضربتها الا يروح الابر ليم بيغذيه، مفيش، فيحصل فيه باراليسز يعني شلل، فكده فالدراعين مش هيبقوا شغالين، وكده كده الرجلين مش شغالين لانه بياخدوا نيرفيشن من تحت. تمام. لو ضربت فلور ليفلز، ضربت هنا كده مثلا، ده مثلا، فيكون عندك نورمال ريسبيريشن لان الفرنك نيرف فوق شغال عادي ما جتش ناحيته، وكمان البارابليجيا لان البريكيال بلكسس اللي بتغذي الابر ليم شغال انت ما جتش ناحيتها، فانت ما جيتش ناحيتها، هيكون عندك الرجلين بس، لازم يكون عندك بره بيجي، ما انتش حاسس برجليك بس. تمام. دي كده كانت اول حاجه الموتور تشينج. تاني حاجه السنسوري، هيحصل لك لوس لكل السنسوري. كل السنسوري هيحصل لها لوس، بيرمننت لوس لكل السنسيشن ان بوث سايدز. تمام. بيلور زي في الاوزاليجن طبعا، ليه؟ بسبب ان انت قطعت الاسندنج تراك، انت قطعت قطع كامل في السباينال كورد، فكل السنسيشن في الجزء اللي تحت هتضيع، مفيش حاجه تاني شغاله فيها. تمام. دي كده كانت السنسوري. اخر حاجه بقى اللي هنتكلم فيها شويه لو حصل قطع كامل، هي الريفلكسز بقى. الريفلكس ايه اللي هيحصل لها؟ انت عارف ان الريفلكس بالنسبه اللي جالها من فوق، الريفلكس مش متاثره بيها، يعني الريفلكس شغال من تحت ليفل اوف فيجن كده، الريفلكس شغال عادي، الريفلكس ارك موجود عادي، فيكون المفروض ان الريفلكس يشتغل. بس ها انت هتخش في ثلاث مراحل او ثلاثه ستيج. اول ستيج منهم حاجه اسمها السباينال شوك. ايه اللي هيحصل في السباينال شوك دي؟ السباينال كورد هيخش في حاله صدمه، ما هوش عارف يتصرف. اول ما تقطع عنه الفايبرز اللي جاله من فوق تدي الاوامر بتاعت الكورتكس، هي مش هيبقى عارف يتصرف في اي حاجه، دخل في حاله صدمه. هو في العادي السبنال الكوردي يستنى الامر من فوق، يجيله فوق من فوق وبعدين يشتغل على طول. طب دلوقتي انت فجاه كده قطعتها قطع كامل، فهو هيبقى داخل يدخل في حيره، حاجه اسمها شوك، مش عارف يتصرف. ايه اللي بيحصل في الشوك دي؟ دي كونديشن في السباينال ريفلكس، كل السباينال ريفلكس بتضيع كلها، مع ان المفروض ان الريفلكس ارك مش محتاج الكورتكس عشان يبقى شغال، لكن هو كده لا، هو دخل في حاله صدمه ولسه مش عارف يتصرف، لسه مش عارف يعمل ايه. حاله شوك، ايه السبب بتاعها؟ ان يحصل سادن ريموفال للسوبرا سباينال فاسيلتاتري امبلس، قطعت قطع كامل سادن. طبعا حاله الشوك دي بتقعد فيها قد ايه؟ من اسبوعين لست اسابيع، وبعد كده الريفلكسات بتبدا ترجع، يعني اللي هي بتبدا في حاله الريكفري. دي كانت تاني ستيج اللي هي الريكفري. يعني انا اتكلم في اول ستيج دلوقتي في حاله الشوك. تعالى نتكلم عن المانيفستيشن. احنا قلنا كل الريفلكسز هتضيع. تمام. في اول حاجه السوماتيك ريفلكسز كلهم بيلو زيفل اوف ذا ريجن، كلهم سوبرفيشال ريفلكسز هتضيع، والديب ريفلكسز برضه هتضيع، حتى الماسل تون، حتى السيرش ريفلكس هيضيع برضه. تمام. طبعا انت عارف لما الماسل تون تقل، انت كان عندك معلومه ان الماسل تون دي بيتعمل ريجوليشن للتمبريتشر. ازاي؟ ان الماسل يعني الكونتراكشن المايلد اللي في الماسل دي بيعمل هيت برودكشن، فبيزود التمبريتشر ويحافظ عليها، لكن دلوقتي ما بقاش في ماسل تون فالتمبريتشر هتقل. ده كده المعلومه دي. والتندون جيركس ما بقتش موجوده برضه، كل الريفلكسز مش في اي ريفلكس فين؟ في حاله الشوك دي. طب تعال نشوف بالنسبه للفيسرال ريفلكس، سواء ميكتيوريشن ديفيكيشن اريكشن كله لوست. بس قال لك في حاجه هنا، يعني بالنسبه للميكتيوريشن ريفلكس هيكون عندك، هتخش في حاجه اسمها الحاله دي اسمها ريتنشن ويز اوفر فلو دريبلنج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت عارف ان اليورينري بلادر دي ماسكولار اورجن، بتستقبل اليورين، بتخزن لحد ما تتملي وتفضي. طيب هتدنيها، يحصل لها ديستنشن باليورين، ديستنشن لحد ما تتملي على اخرها. انت كنت عارف ان هي ساعتها اقصى حاجه ليها كانت كام؟ كانت 100 سي سي. اول ما تتملي عند ال 100 سي سي دي، اي نقطه يورين زياده جالها من فوق هتبتدي تنقط على طول بقى، يعني هي اتملت جابت اخرها خلاص كده، ما بقاش في حاجه ثانيه اهو، اي نقطه جايه من فوق هتبتدي تنقط. فهي دي معناها يعني يسر ريتنشن حبسه اخرها ويز اوفر فلو دريبلنج، يعني اي حاجه جايه زياده هتفضل تنقط. احنا خدنا المعلومه دي في ميدالي الرينال. تمام. يبقى دي اهم حاجه في الفيسرال ريفلكس تعرفها، ان الميكتيوريشن هيحصل له لوست، بس هيكون عندك ريتنشن ويز اوفر فلو دريبلنج، دي مهمه تعرفها. بالنسبه للاوتونوميك ريفلكسز برضه هيحصل لها لوس. طب اشمعنى لوس؟ اللاترال هورن سيل اللي هي مسؤوله عن الاوتونوميك دي، كان جاي لها برضه النيرفيشن من فوق، انت قطعته عنها، فما بقاش في حاله الشوك دي برضه يحصل لها لوس. فايه اللي هيحصل لما يحصل لوس لللاتر هورن سيل؟ ما بتبقاش شغاله، تبقى بايظه، والله الارتيريا بلاد بريشر هيقل. هي كانت مسؤوله ان هي تعمل فازو كونستريكشن عشان تخلي بلاد بريشر مينتين او تحافظ عليه، لكن دلوقتي ما فيش فازو كونستريكشن، بقى في فازو دايليتيشن، فالبلاد بريشر هيقل، خاصه لو كانت فين؟ في الليجن، بيكون في هاي ليفل، دي تبقى مشكله اكبر يعني. تمام. يبقى دي كانت مرحله الشوك. ايه اللي بيحصل فيها باختصار تاني؟ انت كل السنسيشن بتضيع كلها مجملا كده. اللي دي بسبب ان انت عملت سادن ريموفال للسوبرا سباينال فاسيلتاتري امبلس اللي جايه منين؟ من الكورتكس فوق. ماشي. الحاله دي الشوك دي مدتها من اسبوعين لست اسابيع. ماشي. قلنا اهم حاجه في الفيسرال بس ريفلكس، تعرف ان الميكتيوريشن بيكون معاه ريتنشن ويز اوفر فلو دريبلنج. تمام. يعني البلادر هتتملي على الاخر، اي نقطه يورين زياده جايه لها هتنقط بقى، هتنقط يورين خلاص، هي ما بقتش مستحمله اي حاجه تاني. تمام. بالنسبه برضو اللاترال هورن سيل لما تبوظ، ما بقاش مش هتبقى شغاله، فالبلاد بريشر هيقل.
تعال نخش مرحلة الريكفري بقى. احنا لما نعمل ريكفري ايه اول ريفلكس هيرجع؟ هنبدأ نرجع بالاهم فالمهم فالاقل اهمية. تفتكر ايه هو اهم ريفلكس واسرع ريفلكس لازم يرجع؟ اكيد اكيد الاوتوميك ريفلكس اللي هو بتاع اللاترال هو اللي ترجع تشتغل تاني بشكل طبيعي. طب اشمعنى؟ لان دي هتعمل تعمل اليفيشن للبلاد بريشر من تاني، تزود البلاد بريشر. انت عارف ان البلاد بريشر ده حاجه من الفيتال ساينز، فهي مهمه جدا، ممكن تموتك على طول. فهي دي هترجع بعد انت دي هترجع بعد 6 ساعات من الريفلكس، من الشوك قصدي. بعد الشوك ب6 ساعات بس اللاترال هو اللي ترجع تشتغل تاني وترجع تعمل تزود البلاد بريشر، لان ده من الفيتال ساينز. لو ما رجعش انت هتموت. ده اهم حاجه واسرع حاجه لازم ترجع. احنا قلنا بنرجع ايه؟ نرجع نبدا بالاهم. اهم حاجه عندك دلوقتي ترجع هي هتكون الاوتونوميك ريفلكس بتاعت اللاترال هورن سيل، فهتعمل اليفيشن للبريشر. طب تاني حاجه بالنسبه بالاهم بقى نبدا بيه السوماتيك ريفلكسز. كانت اهم حاجه فيها ايه؟ في السوبر فيشال ريفلكس كمان الفليكسور والزراور ريفلكس. طب اشمعنى ده؟ عشان ده بيحميك، ده اللي هو انت لو مثلا جيت تدوس على حاجه تاذيك وكده يخليك ترفع رجلك تبعد عنها، فده مهم. ده هيرجع برضه اول واحد بعدها، ده بيرجع بعد 6 اسابيع من الليجن اللي هي بعد فتره الشوك كلها. الشوك كانت من اسبوعين 6 اسابيع، بعد 6 اسابيع دي يبدا يرجع اول حاجه الفليكسور والزراور ريفلكس. والبلانتر ريفلكس هيرجع فتكون بوزيتيف بابينسكي ساين، لان قلت لك يحصل دورز فليكشن للبيك 2 والثانيه سالون فالنج شيب. طبعا انت عارف شكلها بيكون عامل ازاي. ويكون عندك ريفلكس اسمه البوزيتيف سبورتنج ريفلكس، ده هيبدا يظهر بقى. طب ايه البوزيتيف سبورتنج ريفلكس ده؟ ده الريفلكس بيحصل امتى؟ لما رجلك السول بتاع البطن القدم تلمس الارض، بيحصل ريفلكس كده بيخلي الرجل دي تكون رجيد وناشفه. ليه؟ عشان تقدر تشيل الجسم. فهو الريفلكس ده هيظهر. فلما الريفلكس ده يرجع يظهر تاني البيشنت هيكون كان ستاند يقدر يقف بقى، رجلك لمست الارض هيحصل ريفلكس اسمه بوزيتيف سبورتنج ريفلكس يخلي رجلك ناشفه عشان تقدر تستحمل جسمك وتشيله، فهي دي فتقدر تقف بقى. هي دي معناها خالص. الديب ريفلكسز هترجع بس هترجع اعلى من الطبيعي، يعني يعني ماسل تون هترجع تظهر اه، بس هتخش في حاله هايبر تونيا وسباستيستي. الماسل تون هتبقى اعلى من الطبيعي والتندون جيرك هترجع فيكون عندك هايبر ريفلكسيا. تمام. احنا قلنا الريفلكسات تبدا ترجع بقى ايه في الريكفري. طبعا احنا خلصنا اهم حاجه في ان هي لازم ترجع كانت الاوتونوميك ريفلكس يرجع عشان لاترال هورن سيل ترجع تشتغل يزود البلد بريشر عشان ما تموتش. بعد كده قلنا الفليكسور والزيرو ريفلكس اهم واحد يرجع بعدها عشان ده بيحميك. بعد كده كملنا في بقى الريفلكسات اللي بترجع، البانتر ريفلكس بيرجع ويكون بوزيتيف سبورتنج ريفلكس عشان تقدر تقف، والديب ريفلكسز بترجع وبتكون اعلى من الطبيعي. اخر حاجه الفيسرال ريفلكسز برضو بترجع بس مش هترجع مظبوطه دي بقى. تمام. تمام. هترجع عامله ازاي؟ قال لك هيحصل ريكفري اوتونوميك للاوتونوميك سنتر، هتعمل لك ريفلكس ايفاكيويشن اوف ذا بلادر والريكتم. ازاي؟ يكون انفولنتري انكمبليت. ازاي؟ بص دي باختصار هتبقى يعني ببساطه كده عشان بس ما تنساش، تبقى كده زي العيل الصغير. هو كان اللي بيفرق بيننا وبين العيل الصغير؟ العيل الصغير ما عندوش هاير سنتر يتحكم في الميكتيوريشن مثلا، فكان لما البلادر بتاعته تملي بتروح تفض على طول، ما بيجيلها ما بتستناش هاير سنتر من فوق. لكن انت كان بيميزك عنه ايه؟ لا، البلادر اتملت عايزه تفضي، قبل ما تفضي هتطلع فوق للكورتكس. والله لو الظروف تسمح خلاص هنفضي، ما تسمحش لا هنقف شويه لحد ما توصل. طبعا كان حد معين ده اخرها مش فاكر كان الرقم بتاع اخرها كام، تبدا تفضي بقى غصب عنك. المهم ان انت كان عندك هاير سنتر بيتحكم في الموضوع، لكن دلوقتي انت ضربت السبانال كورد قطع كامل فما فيش هاير سنتر جاي من فوق، فانت تبقى تقريبا زيك زي العيال الصغير. هيحصل ايه؟ لما يحصل ديستنشن للبلادر والريكتم برضو، ده بسبب الاكيوميليشن اليورين والفيسز، اول ما تتملي على اخرها بقى هيعمل ستيميليشن للسنتر بتاع الميكتيشن والديفيكيشن. انت عارف ان الميكتيشن والديفيكيشن كان عندهم لوكال سنترز كده، مش احيانا مش لازم تستنى السبينال الكورتكس من فوق عشان تعمل ديفيكيشن يعني. فده يعمل كونتراكشن للول بتاع اليورين البلادر والريكتم، فيعمل بقى انهبيشن للانترنال سفنكتر. الانترنال سفنكتر لما تعمله انهبيشن هيحصل بقى الميكتيشن ويحصل ايه؟ الديفيكيشن. تمام. باختصار زيك زي العيال الصغير، البرادر هتملى تفضي، هتملى تفضي، والريكتم برضه هيقدر يحصل ديستنشن لحد ما يحصل ديستنشن على الاخر اتملي، يروح جاي مفضي على طول برضه يحصل ديفيكيشن على طول. مش هتستنى الكورتكس، مش هتتحكم في حاجه، ما بقاش في هاير سنتر خلاص. تمام. يبقى تاني ستيج ملخصه ان هتبدا يحصل لك في الريكفري دي، هترجع الحاجات الاهم فالمهم فالاقل اهميه. ايه اهم حاجه لازم ترجع؟ البلاد بريشر لازم يرجع يعلى تاني عشان ما تموتش، ده فايتال ساين. فاللاترال هورن سيل اول ريفلكس هيرجع، الريفلكس بتاعها هترجع، الالكترونيك ريفلكس اول حاجه هترجع، اللاترال هورن سيل هترجع تشتغل تاني، ده بعد 6 ساعات بس من الشوك عشان ما تموتش. تمام. البرابلش هيرجع طبيعي. طب بعد كده بقى هتبدا ترجع بعد 6 اسابيع، هترجع الفليكسور والزراور ريفلكس ده عشان يحميك، وترجع بقى الريفلكسات بقى كلها للكلام اللي قلت لك. الديب ريفلكس هترجع اعلى من الطبيعي، والريكفري في الفيسرال ريفلكسز قلت لك اللي هي البلادر، كانها البلادر تملى تفضي، والريكتم كذلك. اول ما يحصل ديستنشن لما يتملي على الاخر مش هيرجع لهاير سنتر ويعمل ديفيكيشن على طول. تمام. تالت ستيج بقى اللي ما بتحصلش اصلا غير قليل، دي لو حصل فيلير للريفلكس اكتيف، ده لو جالك عيان وانت اهملته بقى ما عالجتوش او ما جيتش ناحيته، فالعيان ده غالبا هيموت يعني بسبب رينال فيلير. طب ايه اللي هيموته اصلا؟ هيحصل انفكشن مثلا في اليورينال بلادر هتموته. تمام. يحصل حاجه اسمها بيت سورز. يعني ايه بيت سورز دي؟ دي بيت سورز يعني بيحصل انجري في السكن والمناطق اللي تحت السكن اللي بتكون ايه في الاجزاء اللي انت جسمك نايم عليها كده. يعني بص دي بيكون شكلها انجري في السكن، انجري شكلها مرعبه.
فبتيجي فين؟ اكتر حاجه بتيجي في الهيلز عند الكعب والانر ني والجلوتير ريجن والالبو، المناطق اللي هي عندها بون وانت منام على الارض كده، كل دي انا هيحصل لها ايه؟ هتبوظ، هيحصل لها انجري، هتبقى بالشكل ده ماشي. فهي في الغالب ده كل ده بسبب كل ده بسبب الفيلير للريفلكس بتاع السباينال اكتيفيتي، ما حصلش للريفلكسات دي ما رجعتش، فالعيان ده هيموت بسبب ايه؟ رينال فيلير. تمام تمام يبقى تعالى ناخد التلاته ستيج بشكل سريع تاني برضه عشان ما نبقاش كروتناهم. بتوع السباينال كورد في حاله كومبليت طبعا نصف الريفلكسات اخبارها ايه؟ الريفلكس هيخش في ثلاثه ستيج، اول حاجه الشوك، تاني حاجه ريكفري، اخر حاجه لو حصل فيلير للاكتيفيتي بتاع الشوك ده هيخش في حاله ديس طبعا. تمام؟ اول حاجه في حاله الشوك انت كل الريفلكسات هتضيع، ليه؟ السباينال كورد دخل في حاله صدمه لسه ما هوش عارف يتصرف ازاي، هو اصلا مش متخيل اللي حصل فيخش في حاله شوك، طبعا مدتها من اسبوعين لست اسابيع، كل الريفلكسات هتكون لوس. تمام؟ تمام. بالنسبه للريكفري لما تبدا ترجع ترجع الاهم فالمهم فالاقل اهميه، ايه هي اهم حاجه؟ اهم حاجه لازم ارجعها عندك هتكون البلاد بريشر، لازم يرجع تاني لان ده من فايتال ساين، لو ما رجعش هتموت. تمام، البلاد بريشر يرجع لطبيعته تاني لازم، فاللاترال هو ترجع تشتغل اول حاجه بعد 6 ساعات بس من الشوك وبعد كده ايه البلاد بريشر هيظبط تاني. بعد كده الاهم بعدها ايه؟ فالمهم اللي هو الفليكسور والزيرو ريفلكس، ده من السوبرفيشال ريفلكسز، اهم حاجه فيهم الفليكسور والزيرو ريفلكس، ده يرجع بعد 6 اسابيع من الشوك وبعد انتهاء فتره الشوك كلها اول حاجه هترجع. وكده البلانتر ريفلكس هيرجع هيكون بوزيتيف بابينسكي ساين، والبوزيتيف سبورتنج ريفلكس عشان تقدر تقف، العيان يقدر يقف على رجله كده، ان السول بتاع بطن القدم اللي بتاعه لما يلمس الارض هيحصل تكون رجله بقى تحصل فيها ريفلكس تبقى ريجيد وناشفه كده عشان يقدر يشيل جسمه، والديب ريفلكسز هترجع، والفيسر ريفلكس هترجع كانك زي العيال الصغير مفيش هاير سنتر، كانك زي العيال الصغير مفيش هاير سنتر يتحكم في الريفلكسات بتاعتك بتاع الميكتوريشن والديفيكيشن، فكان البلادر والريكتم هيتملوا هيفضوا، البلادر تتملي وتفضي على طول زي العيال الصغير. طب الريكتم هيتمل برضه يحصل ديستنشن بالفيسز لحد ما تجيب اخره ويروح جاي مفضي على طول من غير ما يطلع للهاير سنتر ولا حاجه، ولا شو ظروف مناسبه ولا مش مناسبه. تمام تمام. وقلنا الفيلير الاستيج بتاعت الفيلير اوف ريفلكس اكتيفيتي دي هتموت، البيشنت هيموت بسبب ايه؟ بسبب رينال فيلير، لان حصل انفكشن في اليورين بلادر، وكمان حاجه اسمها بالسورز بتاعك حصل انجري في المناطق السكين دي، في المناطق اللي كانت تحديدا بتكون في المناطق اللي فيها بون اكتر حاجه شائعه فيها، في منطقه الهيلز والجلوتير ريجن والالبو كمان عشان دول مريحين على الارض اهم، كل ما حصل فيهم انجري بالشكل ده وطبعا هتموتك في الاخر، او مش هتموتك انت، هتموت العيان يعني، انا اسف في الكلمه دي، بقول الكلمه هتموتك ده عشان يبقى الموضوع قريب شويه كده. تقريبا احنا خلصنا الجزء التقيل والصعب من المحاضره اللي هو كانت السباينال كورد ريجن، فاضل معاك جزئين اللي هي الانفولنتري موفمنت، تاني حاجه الموفمنت ديس اوردرز. تمام، هنتكلم دلوقتي عن الانفولنتري موفمنت اللي هي الحركات اللا اراديه. ايه الحركات اللا اراديه؟ بس الرعشات وكده يعني. انا قبل ما عايز اعرف ايه عن كل حركه اراديه هتكلم فيها، انا عايز اعرف عن كل حركه الباترن بتاعها، هل هي لها باترن معين ولا ملهاش باترن؟ عايز اعرف اذا كنت اقدر اوقفها ولا، يعني هي سبريسبل اقدر اوقفها واتحكم فيها ولا انسبريسبل مش اقدر اتحكم فيها او مش اقدر اوقفها، هل هي سريعه ولا بطيئه، هل هي ريزماتيك لها ريزم ولا انا ريزماتيك ملهاش اي ريزم كده بتحصل بكيفها. طب عندنا امثال الامثله دي الانفولنتري موفمنت اللي هي طبعا هايبر كينيتيك موفمنت، حركات لا اراديه، عندك التريمورز الرعشات، عندك حاجه اسمها الكوريا والباليزم، الكوريا والباليزم ده بيكون بسبب مشكله في البيزا جانجليا ديس اوردرز فيها يعمل لك الكوريا والباليزم هنتكلم عنهم، واخر حاجه هنتكلم في عن الدستونيا والمايوكلونس، كل دي حاجات سهله، كل اللي جاي ان شاء الله كله سهل، ما بقاش في حاجه صعبه تاني يعني، خلصنا الجزء الصعب واللي كان فيه فهم وشغل عالي شويه في السبانال كورد. اول حاجه هنتكلم عن التريمورز، ايه هي الاسباب اللي تعمل لك تريمورز؟ اول حاجه الباركنسونيزم، عيان اللي عنده باركنسونيزم ده بيكون عنده تريمورز نوعها ستاتيك. يعني ايه ستاتيك تريمورز؟ ستاتيك تريمورز يعني بتظهر في حاله الريست، بتكون ثابته كده ما تظهرش، انت ما تكون في حاله الريست يظهر اللي عنده عيان ده عنده تريمورز، بيكون ده عيان باركنسونيزم. ثاني حاجه النيسروبيلر سانديروم، العيان ده بتظهر التريمور عنده بيكون في حاله كاينيتيك تريمور، يعني بتظهر في حاله الموفمنت وهو بيتحرك ده بيعمل فولنتري موفمنت تظهر عنده التريمورز دي. ثالث حاجه مثلا اورجانو فيلير زي الليفر فيلير، الليفر لو عايز يعمل لك فلابنج تريمور كنا عملناه في الامتحان الاوسكي في التيست، دخلنا مفيش اي حد طبعا استنى على ان هي تحصل فلابنج تريمور وكلنا قلنا في فلابنج تريمور وخدنا الدرجه يعني الحمد لله. الهايبر ثايرويديزم يعمل لك فاين تريمور اللي هي دي كان بيت التيست ده كان الفاين والفلابنج تريمور يعني. تمام، السينايل تريمور يحصل تريمور فين؟ في الناس الكبار في السن، دي بتكون حاجه طبيعيه، الناس بتكبر في السن بيكون عندهم رعشه خفيفه في ايديهم كده. او الايموشنال تريمور والسايكولوجيكال تريمور، ده زي اللي بيجي لنا احنا مثلا في مثلا ضغط الامتحانات تلاقي عندك رعشه بسيطه في ايدك كده وانت بتحل الريتم في الاخر، تعلم في البابل شيت مستعجل في اخر 5 دقائق، حاجات تظهر كده يعني بتعمل لك ايموشنال تريمورز والفاميليال تريمورز. دي كده اسباب التريمورز اكتر حاجات شائعه يعني، الباركنسونيزم والنيرسر بيلر سندروم هناخد بينهم يعني هندخلهم معانا في جدول المقارنه دلوقتي اللي هو بتاع المقارنه بين الاستاتيك والكاينيتيك تريمور. ايه الفرق بينهم؟ الاستاتيك تريمور دي ساعتها بتظهر في حاله الريست، الكاينيتيك لا لازم تظهر في حاله الموفمنت، لازم تكون في فولنتري موفمنت. فاول حاجه اول فرق بينهم
ان الاستاتيك بتكون في حاله الريست، لكن الكاينتيك بيكون في حاله الفولنتري موفمنت. الاستاتيك بيكون في حاله الباركنسونيزم، انا لسه قايلها لك دلوقتي. طب الكاينتيك في حاله النيو سيريبيلر سندروم. السيريبيلم ده انت عارف يعني، عشان تعرف بس هي ليه في النيو سيريبيلم سندروم بتظهر في حاله الموفمنت. السيريبيلم بيعمل استيميوليت للستريتش ريفلكس، تمام؟ فدلوقتي لو باظ السيريبيلم الريفلكس هيقف، فالعيان هيخش يكون سايب كده، يكون عنده حاجه اسمها فلاسيديتي، تمام؟ اللي هي الهايبوتونيا، مفيش ريفلكس، فمش هتظهر الا في حاله الموفمنت بتاعته، تمام؟ تمام. طيب نكمل المقارنه بينهم. قال لك ان الاستاتيك بتختفي في حاله الفولنتري موفمنت، لكن الكاينتيك بتختفي في حاله الريست. الاثنين عكس بعض، دي بتظهر في الريست بتختفي في الموفمنت، بتظهر في الموفمنت بتختفي في الريست، تمام؟ والاثنين مع بعض، اي رعشه بقى مش الاثنين دول بس، حتى بتزيد في حاله الاستريس اللي هي الايموشنز بتزيد، وهتختفي او هتقل في حاله السليب. يعني الاثنين لو في ديورنج السليب الاثنين هيختفوا ويقلوا، طب ايموشنز اللي هي الاستريس يزيد بقى الاثنين هيزيدوا، تمام؟ ده كده كانت المقارنه بين الاستاتيك والكاينتيك تريمور. هنخش بقى على الكوريا والباليزم. ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه كوريا؟ يعني ايه باليزم؟ الكوريا دي بتكون كده حركات لا اراديه، حركات ريجولر كده لا اراديه. العيان بيكون فيها عامل ازاي؟ بيعمل حركات ما هوش واعي بيها، يعني ممكن مثلا تلاقيه رافع ايده، ما اعرفش ايه، حرك جسمه كده حركه لا اراديه. طب اشمعنى؟ هو مش قاصد، بس هو ممكن يبقى عيان صايع شويه، يعمل نفسه قاصد للحركه دي. يعني هو زي، هو مثلا تلاقيه رافع ايده فجاه عشان ما ياخدش، مثلا انت ما تاخدش بالك ان هو عيان، يعمل نفسه بيلعب في شعره كده، تمام؟ يعني هي بتكون لا اراديه، بس هو ممكن يخليها ايه، ليها لازمه، لها بيربس يعني، يتحكم فيها. طبعا الكوريا دي بتحصل بسبب ليجن في الكوديت نيوكليس. الكوديت نيوكليس دي من ضمن النيوكليسز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في البيزر جانجليا. فلما يحصل فيها مشكله في الكوديت نيوكليس دي، هيكون هتكون في حاله الكوريا دي اللي هو العيان يعمل حركه لا اراديه، بس ممكن يعمل نفسه متحكم فيها او قصد الحركه دي. يعني زي ما قلت لك ان هو مثلا تلاقيه رافع ايده فبيعمل نفسه بيلعب في شعره عشان انت ما تاخدش بالك منه. فهم الكوريا دي سموها بحاجه اسمها الدانسينج موفمنت. طب اشمعنى سموها بالدانسينج موفمنت دي؟ قال لك دي كلمه اغريقيه بقى، معناها جايه من كلمه كورس، كورس يعني يرقص بقى، او الرقص يعني بالاغريق، فهم سموها الدانسينج موفمنت، ماشي؟ العيان طبعا بيكون هي هايبر كاينيتيك موفمنت، حركه رياضيه بتكون زيد فيها ملهاش اي لازمه كده، بتكون صادن، بتكون الريجولار عادي، تمام؟ وبتكون نون ريزماتيك، وبتكون وزوت بيربس، يعني ملهاش لازمه، هو مش قاصد يعملها، بس ممكن البيشنت مايت جيف ات ذا بيربس، يعني ممكن يعمل ان هي ليها لازمه ولا اصلا، عشان انت ما تاخدش بالك ان هو عيان، عيان صايع شويه، افتكر كده، عيان الكوريا ده عيان صايع، تمام؟ يعمل الحركه لا غصب عنه، فجاه يعمل ان هي ليها بيربس كانه بيلعب في شعره مثلا، تمام؟ طبعا الليجن في الكوديت نيوكليس. طب بالنسبه لعيان الباليزم بقى، الباليزم ده عيان عنده تشنجات عنيفه جدا وسريعه جدا، تمام؟ تشنجات عنيفه وسريعه، ماشي؟ ليه؟ بسبب مشكله فين؟ في السب سلاميك نيوكليس، تمام؟ دي برضو من ضمن النيوكليس اللي موجوده في البيزل جانجليا، تمام؟ ده قال لك هي عنيفه وسريعه جدا، ده قال لك دي الفاستست هايبر كاينيتيك موفمنت، اسرع حاجه في الهايبر كاينيتيك موفمنت هي الباليزما دي، بيعمل حركات سريعه جدا وعنيفه، عنيفه جدا، تمام؟ بيكون طبعا الباليزما او الباليسماس نفس الاسم يعني، بيكون ريبيتيتيف وفاريبل ولارج امبليتيود انفولنتري موفمنت، بتكون قويه جدا وسريعه جدا، تمام؟ وعنيفه يعني. فالاكتيفيتي بتاعتها بتكون اولموست سيسلس، وبتكون الموفمنت ار اوفن مالا كومبلكس وكومباوند، ماشي؟ طبعا ده بيكون، وغالبا بتحصل على ناحيه واحده يعني غالبا، تمام؟ يبقى كده الباليزم بيعاني عنده الحركات العنيفه والسريعه، بتحصل مشكله فين؟ في السب سلاميك نيوكليس، ودي بتكون سريعه لدرجه ان هي اسرع هايبر كينيتيك موفمنت، دي اسرع واحده فيهم خالص. بقى يقول لك مقارنه بين الكوريا والباليزم. قلت لك الكوريا ده لو عيان الصايع، اللي هو مثلا لو ما عمل حركه رياضيه ممكن يعمل نفسه مثلا بيلعب في شعره بتاع، يعمل نفسه اللي هي ليها لازمه يعني، عشان انت ما تاخدش بالك منه. لكن الباليزم ده عيان بيتحرك حركات سريعه جدا ولا اراديه طبعا وعنيفه. طب ايه الفرق بينهم؟ الكوريا دي بتكون في البروكسيمال والديستال بارت، لكن الباليزم بيقول لك ان هي بتحصل اكتر او يعني في البروكسيمال بارت اوف ذا بودي. طيب الكوريا هي بيناين فورم من الباليزم. الكوريا دي بتكون قلت لك خفيفه، هي بتكون سريعه فاست، بس هي بتكون حاجه خفيفه كده، ده انت ممكن تتحكم فيها. لكن الباليزم بيكون سيفير فورم، ده بتكون سريعه جدا وعنيفه، او كمان فهي سيفير فورم طبعا من الكوريا. يعني الكوريا كده حاجه بسيطه من الباليزم، تمام؟ الباليزم هو النسخه الاوحش او الاسوأ من الكوريا. طبعا الباليزم هو الفاستر، ده هو الفاستست هايبر كاينيتيك موفمنت، تمام؟ تمام. اخر حاجتين بقى فين؟ في الانفولنتري موفمنت دول هناخد حاجه اسمها الدستونيا والمايوكلونس. يعني ايه دستونيا ويعني ايه مايوكلونس؟ دستونيا دي يعني انت عمال تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن بسرعه كافيه ان هي تعمل اكشن، تمام؟ ده معناه دستونيا. يحصل كونتراكشن وريلاكسيشن يعني يحصل ساستيند ماسل كونتراكشن، فهتعمل لك ايه؟ اكشن يعني بتعمل. لكن المايوكلونس بيحصل صادم ماسل سبازم، يعني سبازم يعني يا دوب تعمل كونتراكشن ريلاكسيشن في ثانيه، يا دوب كونتراكشن تلاقي ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، لدرجه انت ما تلحقش تعمل اكشن. يعني انهي فيهم اللي بتكون سرعتها كفايه ان هي تعمل اكشن؟ الدستونيا بتعمل اكشن، لكن المايوكلونس ما بتعملش اكشن، ما بتلحقش اصلا، هي يعني بتكون اسرع من ان هي ايه تعمل الاكشن دي، تمام؟ فهي بتكون جيركي، بيحصل بعدها ريلاكسيشن على طول بعد الكونتراكشن بتاعها، بعد المسل سبازم يعني كونتراكشن خفيف كده، وبعد الريلاكسيشن بسرعه فما تلحقش تعمل اكشن، تمام؟ لكن الدستونيا سستيند او انترمتنت مسل كونتراكشن بسبب الكونتراكشن
الاوبزنج ماسل او الانتاجونست ماسل يعني، فبتعمل لك كونتراكشن وريلاكسيشن، فتقدر هنا تعمل اكشن. مقارنه بينهم الدستونيا ساستين ده ماسل كونتراكشن، يعني ماسل كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن وريلاكسيشن، فتعمل فيه اكشن عادي. لكن المايوكلونس هي بريف ماسل كونتراكشن، ما تلحقش تعمل كونتراكشن او تلاقي ريلاكسيشن، ما تلحقش كونتراكشن او تلاقي ريلاكسيشن، فالحاله دي اسمها مايوكلونس، ما بتحصلش فيها اكشن يعني، بتكون رعشه خفيفه كده يعني، مش شرط يعني تعمل اكشن، مش هتلحق. دي يعني بتكون سلو. ليه سلو؟ لان هي سلو سرعتها كافيه ان هي تخليها تعمل اكشن، لكن دي فاست ما بتلحقش اصلا، سريعه جدا. والاثنين نان ريزماتيك، ما لهمش ريزم معين بيجوا فيه. تمام. ودلوقتي خلصنا اخر، فاضل اخر جزء معانا اللي هي الموفمنت ديس اوردرز، هنتكلم فيها ازاي بتمشي يعني، وايه المشاكل قصدي الديس اوردرز اللي بتشوفها في المشي. اول حاجه عشان نخش في الموضوع، ازاي بتمشي او شروط الحركه. ايه هي شروط الحركه؟ قال لك الحركه دي يعني بتحتاج اتنين كومنت. اول حاجه الاكوليبريم، لازم يكون جسمك متوازن. تاني حاجه اللوكو موشن، اللوكو موشن يكون عندك انتاكت في الماسكوسكليتال سيستم بتاعك. يعني ايه؟ اول تعال نتكلم الاكوليبريم، يعني تكون جسمك متوازن، يكون عندك كاباسيتي، قدره انت تعمل مينتين الابرايت بوستشر والبالانس، تكون متوازن كده ومحافظ على اتزانك. طيب اللوكو موشن بقى، هتحتاج ان السكيلتال سيستم بتاعك يكون شغال كويس، المصل بتاعته شغاله كويس، وكمان النيرف سبلاي اللي جاي لها كويس عشان المصل تشتغل. فدلوقتي السكيلتال مصل زي الفل، تمام، وانت متزن فهتقدر تمشي. هي دي شروط الحركه. تمام. تعال نخش بقى اللي هي نتكلم في الجيت سايكل، ازاي بتمشي، او السايكل بتاعت المشي. هي الجيت سايكل دي ازاي بتمشي يعني؟ تمام. هي الجيت سايكل دي يعني عباره عن تو فيس، اول حاجه الستانس فيس، تاني حاجه السوينج فيس. الستانس فيس دي متمثل 60% من السايكل، لكن السوينج بتمثل 40%. امتى دي بتبدا ودي بتبدا؟ بص انا عايز اقول لك ان الجيت سايكل، السايكل الواحده دي عباره عن خطوه واحده، الخطوه دي سايكل. تمام، يعني انت ما تعمل خطوه في رجل واحده انت كده خلصت سايكل. تمام. ان هي لك ان الوان سايكل بتبقى عباره عن ستانس سوينج باي وان لمب في طرف واحد، يعني برجل واحده مثلا. ايه هي؟ مش برجل واحده، كمان ايه بتتحرك معاك، خلي بالك، فهي في وان لمب يعني ايه، خطوه واحده دي كده ايه السايكل خلصت. طيب الستانس فيس وي السوينج فيس، اول حاجه الستانس فيس دي بتبدا امتى؟ بتبدا بمجرد ما يعني اللي هي كعب رجلك يلمس الارض، اللي هي الهيل، بتبدا مع ان الهيل ستريك، يعني اول ما رجلك تلمس الارض دي كده هنا اهي الاستانس فيس بدات. اول ما شوف ده اول ما رجلي لمست الارض هنا اهي الاستانس فيس بدات. تاني حاجه فيها بتخش في حاجه اسمها اللودنج ريسبونس او الفوت فلات. الفوت فلات دي يعني رجلك بقت مستويه كلها على الارض، يبقى اول حاجه كانت رجلك لمست الارض، بعد كده رجلك بقت فلات استوت على الارض، بقيت في الميد ستانس، يعني انت خلاص بقى بقيت مظبوط كلك على الارض اهو. بعدين هتبدا تضطر تشيل رجلك من الارض بقى دي يعني، بمجرد ما رجلك تكون اتشالت كلها من الارض هتخش في حد هنا يعني حصل توقف، يبقى انت كده دخلت في السوينج فيس على طول. السوينج فيس تبدا طول اول ما رجلك تتشال من الارض، طول ما رجلك في الهواء انت كده في الاستانس فيس. اول ما رجلك ترجع تمسك الارض تاني كده السوينج خلصت، وتخش في الاستانس بقى. يعني هي من الاخر كده ماشي، انت رجلك الاول ما اول ما رجلك تلمس الارض دي كده انت في الاستانس لحد ما تشيلها من الارض. اول ما تتشال انت كده دخلت في السوينج فيس، بتمثل 40% لحد ما ترجع تحطها تاني الارض، تلاقي يبقى كده خلصت السوينج وتخش في الاستانس، والسايكل تتكرر وهكذا. يبقى باختصار بيقول لك الاستانس فيس بتبدا امتى؟ بتبدا مع الهيلز ستريك، يعني اول ما رجلك تلمس الارض. بتنتهي امتى؟ مع حاجه اسمها البوش اوف او التو اوف. التو اوف او التو تيك اوف ده يعني انت شلت صبعك من على الارض، ماشي، صبعك كبير اخر حاجه بتشيلها من على الارض. طبعا اهي اللي اول ما تشيلها كده، طبعا في حاله اللي هي هتكون تخش في البري سوينج اللي هي التو اوف او اللي هي التيرمينال ستانس، يعني هي تمام. دي اللي هي المشتركه ما بينهم. طيب بالنسبه للسوينج بقى، السوينج انا عايز اقول لك ان الايد هي اللي بتتحرك في مرحله السوينج دي. الايد لما تتحرك معاك وانت بتمشي تتحرك في مرحله السوينج فيز دي، بتمثل 40%. تبدا امتى؟ بمجرد ما يحصل تو اوف، يعني تشيل رجلك من الارض ورجلك في الهواء. تنتبه مجرد ما يحصل هيل ستريك، يعني رجلك ترجع تلمس الارض تاني. تمام، تبدا سايكل جديده. السايكل كلها بتحصل في خطوه واحده، الخطوه واحده بتمثل سايكل. تمام كده خلصنا الجيت سايكل. نتكلم بقى عن لو حصل مشاكل الديس اوردرز بتحصل في المشاكل دي. احنا مديك كذا مثال وهناخدهم كلهم تاني هندرسهم. اول حاجه عن الهيميبليجيا، كنا على الهيميبليجيا الجيت والسريبلر اتاكسيا والسنسوري اتاكسيا، وعن الباركنسونيزم بيمشي ازاي، وهنتكلم عن حاجه اسمها الهاي ستيبج جيت ده هنعرفها يعني ايه. اول حاجه تعالى نتكلم عنها العيان الهيميبليجيا. عيان الهيميبليجيا ده عنده شلل في نص جسمه كده، نص جسمه بايظ. طيب هو عنده شلل في نص جسمه، عيان الهيميبليجيا ده بيكون عنده بيكون ايه؟ ده بيكون ابر موتور نيرون، يعني عنده ليجن في الابر موتور نيرون، هتخلي ايه؟ هتزود التون بتاع المصل بتاعه. طب المصل التون بتاعه هتزيد فين؟ التون هتزيد في الانتي جرافيتي مصل. انت ايه عارف ايه هي الانتي جرافيتي مصل اللي هتخصك في الاسبان كورد دلوقتي؟ الفليكسور بتاع الابر ليمب والاكستنسور بتاع اللور ليمب، وكان في كمان الاليفيتور بتاع الجو، بس انت مش عايز الاليفيتور بتاع الجو في حاجه دلوقتي، انت عايز ايه؟ الفليكسور بتاع الابر ليمب والاكستنسور بتاع اللور ليمب. تفتكر لما التون تكون عاليه في الفليكسور بتاع الابر ليمب، دراعه هيكون متني ولا مفرود؟ اكيد طبعا دراعه هيكون متني زي ما انت شايف في الصوره كده. تمام، الفليكسور دي هتتني الدراع. طب الاكستنسور بتاعت اللور ليمب لما يكون فيها تون عاليه التون بتاعتها هتزيد، هيحصل لها ايه؟ اكيد طبعا رجلها تبقى مفروده كده ومش قادر يتنيها، هو مش قادر يتني رجله. طب دلوقتي هو مش عارف يتني رجله، هيمشي ازاي؟ يعني هو هيتصرف ازاي؟ مش هيعمل حاجه اسمها السيركمدكشن جيت، يعمل سيركمدكشن، يمشي نمشي نص دايره كده،
نص دايرة. جسمه السليم طبعا بيسند عليه وماشي بخطوات عادية اهي، لكن التاني يعمل نص دايرة عشان يمشي، نص دايرة عشان يمشي. هي ده عيان الهيموبليجيا باختصار خالص. بيبتدي يعمل روتيشن، بيعمل روتيت اهو للهيب ويحرك نص جسمه البايظ ده عشان يتحرك، انه يعمل حاجه اسمها السيركم دكشن. لو هتطلع بكلمه عن الهيموبليجيك جيت دي، ان هي بيحصل فيها سيركم دكشن جيت، يعني العيان بيلف جسمه نص دايره. هي ده باختصار خالص. تمام. التون في الانتي جرافيتي مسل بتزيد، فدراعه يبقى متني لان الفليكسورز التون فيها عاليه، والاكستنسور بتاعت اللور لمب مفروده مش قادر يتني رجله. ماشي. العيان ده كده. تاني عيان معاك بقى اللي هو العيان اللي عنده سريبرال جيت، ده بيكون اسمه بنشبهه يعني اللي هو سكران، كانه سكران بالظبط. طب ليه كانه سكران؟ العيان ده بيكون غير متزن، ما هوش عارف، ما عندوش توازن في جسمه كده. فعشان يمشي بيعمل ايه؟ بتلاقيه ماشي فاتح رجليه، مخلي رجله مفتوحه اكتر شويه عشان يبدا يحافظ، يوصل لتوازن اكتر، ويكون ماشي باصص لتحت وماشي مضطرب كده مش مظبوط. فهم شبهوه بالعيان اللي بقى كانه واحد سكران كده. السكران بيبقى ماشي كده، ما هوش مركز، ما هوش اي حاجه. فهو ده راجل عيان شبهه بسكران. يعني مثلا لو حد جيت تبقى انت مثلا شايف ان ده سكران وتوديه في داهيه بقى، وقعد طول ده وحش وهو اصلا عيان وربنا اللي اعلم بحاله. العيان ده عشان يمشي، اللي عنده اتاكسيا ده عشان يمشي بيعمل ايه؟ بيمشي الووكس بتكون بنت فورورد، يعني متني جسمه شويه لقدام كده، الفيد بتكون وايد ابارت، يعني بتكون رجليه مفتوحه شويه لبره عشان يحافظ على التوازن بتاعه، يلحق يوصل لتوازن، وبيمشي الريجلر شكل مش مظبوط. تمام. كانه بالظبط شبه حاجه اسمها السيلور في الرفس، يعني لو واحد ماشي بحار في بحر مثلا مضطرب كده بتلاقيه، او انت بتلاقيه ماشي مش مظبوط تتارجح، او الراجل اللي هو شارب، هما سماها الدرانكن اصلا لانه شبه الراجل اللي هو شارب او العيان السكران. هو دي كده ايه العيان اللي عنده سريبرال جيت بيكون اسمه درانكن. تمام. تالت حاجه معاك بقى العيان اللي هو عنده سنسوري اتاكسيا. عيان السنسوري اتاكسيا ده يعني ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو ما بيكونش عنده البروبيوسبتيف سنسيشن، بتكون بايظه كلها، ما عندوش بروبيوسبتيف سنسيشن. فده مشكلته تبقى امتى؟ تبقى عينه مغمضه. لكن لو عينه مفتحه ومشكلته هتبقى اهون، ويبقى زي الفل وشغال عادي، هيمشي عادي ويتحكم في المشي عادي. طب لو عينه مقفوله بقى، البروبيوسبشن بتاع الديب سنسيشن بتاعته مش شغاله، فهيحس ان هو مش مظبوط، مفيش توازن في الارض اللي هو ماشي عليها، كانه ماشي على ارض مش ثابته كده. عشان يمشي او عشان يثبت هيضطر يعمل ايه؟ كانك بالظبط انت مثلا ماشي على قطن، انت لو حصل انت ماشي على قطن هتعمل ايه؟ هتضرب رجلك جامد تحت، تمام؟ هتدوس عليها اكتر عشان تحس ان انت متزن. فهو كانه هيعمل كده، لما تكون عينه مغمضه هيحس ان هو ماشي على حاجه مش مظبوطه، حاجه مش ثابته، تمام؟ عشان الحاجه دي تبقى ثابته هيضرب رجله جامد لتحت وايه؟ ويدوس لتحت اكتر عشان يحس ثابته. فعيان السباستيك جيت او السنسوري اتاكسيا ده مشكلته كلها لما تكون الاي كلوز، تمام، والاي مفتحه. لما تكون عينه مفتحه لا هو بيكون عادي، يعني ما فيش مشكله، او بتكون مشكلته اهون بكتير. ماشي ماشي. بيكون طبعا عنده بروبيوسبتيف ديس اوردر، كل الديب سنسيشن بتوعه بايظين. انت عارف ان الديب سنسيشن كلها كانت بتكون الاي كلوز، فهو عنده ديس اوردر فيها، فالاي كلوز هيحصل له مشاكل. كاركترستيك بيكون برود بيست، حاجه اسمها فود ستامبنج اون ذا فلور. يعني ايه فود ستامبنج؟ يعني رجله بتكون مش مظبوطه، بيرفع رجله جامد ويضربها في الارض كده عشان يحس ان هو ماشي على حاجه متزنه. كل حاجه اسمها رومبرج ساين. يعني ايه رومبرج ساين؟ دي بتكون بوزيتيف، اللي هو يدوس برجله جامد على الارض، يعني هي دي الرومبرج ساين. تمام. فده عيان السباستيك جدا باختصار، عيان حاسس ان الارض تحته مش مظبوطه. عشان يحس ان هي مظبوطه يعمل ايه؟ يروح جاي رافع رجله وضاربها في الارض جامد عشان يحس ان هي بقت ثابته وهو كده اتزن خلاص. ده طبعا لما في حاله ان هو مغمض عينه، لانه لما تكون الاي اوبن بيكون ايه مشكلته اهون بكتير، يعني ايه ويقدر يتحكم في المشي بتاعه. تمام. ندخل كده على اخر حاجه الهاي ستيبج جيت. يعني ايه هاي ستيبج جيت؟ من الاخر عيان اللي هو بيرفع رجله تقع تاني. تمام. عيان رجله يرفعها عن الارض تروح جاي على طول، اللي هي الهاي ستيبج جيت. تحصل في عيان، في العيانين بتوع البريفرال نيوروباثي، عيان النفرة بيروس بيكون عنده نقص مثلا فيتامين بي 12، فانت مديله فيتامين بي 12 تعالجه شويه. بيكون مش اول ما يرفع رجله مع الارض، رجله اترفعت تلاقيه وقعت، بيكون عنده حاجه اسمها فوت دروب. لو هتعرف عن العين الهاي ستيبج جيت دي كلمتين، عارف ان بيكون عنده فوت دروب، يعني رجله لما بترفع مع الارض بتنزل تاني، وبيكون في عيانين البريفرال نيوروباسي. ماشي ماشي. اول ما يرفع رجله مع الارض هي قال لك يحصل التو، بيكون دروب تاني، يرفع رجله وتكون نزل على الجراوند تاني عشان يافويد البيشنت الفليكسز دي يعني وبتاع الهيب والني. بيعمل ايه؟ بيرفع رجله الفوت ويكون سلاب اون ذا جراوند، يعني فلور فورسبس، بيضرب جامد على الارض عشان يحس ان هو ايه لمس الارض تاني برضه. طيب الحاجه اللي قبل ما نخش بقى على اخر جزئيه معانا، في حاجه اسمها العيان اللي عنده بارابليجيا. احنا كلنا كنا عيان البارابليجيا دي، كنت قلت لك ايه الاثنين اللور لمب بتوعه مش حاسس بيهم، رجليه الاثنين مش حاسس بيهم. طب ده عشان يمشي هيعمل ايه تفتكر؟ يعني بص، هو ده هيعمل سيركمدكشن في البص ازاي؟ يعني هيلف برجله اليمين كده ورجله الشمال قصادها، رجله اليمين ورجله الشمال، فكانه ماشي في شكل مقص. ماشي. دي اللي هي مشية المقص يعني. تمام. في حاجة اسمها اللي هي ايه السيزرنج جيت، يعني مشية المقص. طبعا احنا كنا خدنا يعني معلومة عن البارابليجيا دي في موديل البطنة، اللي هو اللي مش عامل شبه مشية المقص دي، بيكون عنده ايه
بارابليجي يعني عنده اللور ليمب بتوع الاثنين ما هوش حاسس بيهم، بيمشي كده دي يزحف باليمين دي كده ويزحف بالشمال دي كده، او مش هيزحف هيلف يعمل روتيشن كده يعني للرجل اليمين والرجل الشمال عشان يقدر يشوف. دي كان اسمها ماشيه مخصصيه تمام اللي هي السيزارينج جيت، دي مش موجوده بس الدكتور يعني قالتها في الشرح فانا حبيت اقولها برده عشان ما بقاش يسيبنا اي حاجه. اخر اخر حاجه بقى معانا عيان الباركنسونيزم، اللي هو احنا وصلنا المحاضره دلوقتي وصلنا لاخرها فاحنا فخلاص بقى اتفصلنا، هو ده عيان فاصل ملوش كيف يمشي كده، عيان نفسه مقفوله اللي هو ملوش نفس يمشي، فلما يجي يمشي عند الباركنسونيزم لما يجي يمشي هتلاقيه ماشي يزحف على الارض، مش هيرفع رجله على الارض. طب ليه مش هيرفع رجله على الارض؟ لانه عنده مشكله بتخليه ما يقدرش يعمل انيشيت للموفمنت، ما يقدرش يرفع رجله على الارض يمشي زيك كده، رجله ماشيه تزحف وخلاص، هو فاقد الشغف مش عايز يمشي فماشي يزحف. طبعا دي كلها الساينز بتاعته، بيكون عنده ريجيتي في الهيد يعني رجله بيكون راسه بيكون مخشبه شويه وبصل تحت كده سنه، فورورد تايت اوف ذا ترانك وبصل تحت برضه جسمه وبصل تحت، وكل الساينز برضه كله عنده ريجيتي، ريجيتي كده يعني جسمه مخشب كله مش قادر، ده كمان مش قادر يرفع رجله يمشي، رجله بتكون ماشيه تزحف على الارض. عيان الباركنسونز بيمشي يزحف على الارض، ويكون عنده اهم حاجه بيكون عنده حاجه اسمها اللي هي الشيفلنج ويز شيفلنج جيت ويز شورت ستيبس، يعني الستيبس بتاعته قصيره وشيفلنج جيت يعني ماشي يزحف على الارض ما بيرفعش رجله على الارض كده تمام، زي ما انت مثلا بترفع رجلك عشان تمشي، لا هو ماشي يزحف والخطوه بتاعته تكون قصيره كده. التوتوريال يكون خلص، اتمنى الشرح يكون عجبكم والوقت ما طولش. هو التوتوريال المفروض ان هو رخم شويه بس هو بصراحه يعني مش رخم، هو سهل والله وكويس يتفهم بس ويبقى حلو تمام. ان شاء الله يعني يكون الشرح عجبكم ويكون شرط عليكم. نعم، السلام عليكم.